نروح لموضوع آخر، موضوع لا يقل أهمية، ويمكن هو الحديث السائد يعني خلال اليومين دول تحديدا، لأن أصبحت مفيش ثوابت تعليمية بعد التطور الموجود بقى الكبير أكيد والانفتاح اللي موجود. وأعتقد العالم كله دلوقتي بيجري الحاجات اللي هي فيها مهارات فنية، مختلفة وجديدة، ذكاء اصطناعي، تكنولوجيا، معلومات، يعني علوم الفضاء. فضاء علشان كده علوم الفضاء تحديدا جامعة القاهرة انشأت كلية علوم تكنولوجيا الفضاء، وده بهدف مواكبة زي ما قلنا لحضراتكم التطورات العلمية والمشاريع المستقبلية لمصر، خصوصا في برنامج الفضاء المصري. كلية جديدة هتساهم في بناء القدرات والكوادر البشرية، وكمان تأهيل كفاءات قوية في علوم الفضاء، علشان تخرج جيل جديد من الباحثين بيمتلك المعرفة، بيمتلك العلم، بيمتلك المهارات المتقدمة في مجال علوم الفضاء. خلونا نروح ل تفاصيل أكتر من خلال دكتور أسامة شلبية، أستاذ علوم الفلك والفضاء بكلية العلوم بجامعة القاهرة. صباح الخير يا دكتور. يا أهلا بحضرتك، صباح النور. أهلا بيك خير على حضرتك وعلى السادة المشاهدين. أهلا دكتور وسهلا. بنتكلم على كلية علوم تكنولوجيا الفضاء في جامعة القاهرة، أعتقد كلية جديدة مستحدثة ما كانتش موجودة قبل كده لمواكبة التطورات. ازاي بتأهلوا اولا الكادر التدريسي فيها؟ لان احنا هنا بنتكلم على كليه، عاوزين نطمن برضو الناس ان اللي هيدي للطلبه المعلومات هم اساتذه متخصصين في هذا القسم. طبعا حضرتك تعلم تماما جامعه القاهره هي الجامعه الام، هي الجامعه الام ليس فقط لمصر بل في افريقيا والشرق الاوسط بما لها من عراقه وبما لها من تخصصات كبيره. وطبعا برعايه معالي الوزير رئيس الجامعه الدكتور محمد عثمان الخشت وكل اعضاء هيئه التدريس في الجامعه، بنسعى للتطور، بنسعى لان نكون على احدث وارقى مستويات العلم والتعليم. جامعه القاهره فيها ذراعي الفضاء، الذراع الاول وهو علوم الفضاء الاساسيه والفلك، وهو موجود في قسم عريق في كلية العلوم من سنة 39، فيه علوم الفلك والفضاء والأرصاد الجوية، به عدد لا بأس به من أعضاء التدريس والأساتذة المساعدين. أيضا الجناح الآخر وهو الجناح التطبيقي والهندسي موجود في قسم علوم قسم هندسة الفضاء والطيران. نعم. والاثنين بيتكاملا في مسائل التخصصات البينية، وهي تخصصات المستقبل. التخصصات البينية هي كل ما يلتقي في خدمة البحث العلمي في اتجاه معين، ألا وهو اتجاه علوم الفضاء. ومن الفضاء يمكننا التحكم في كل ما على الأرض، وبالتالي تلتقي كل العلوم، هندسة، علوم، حتى الاقتصاد، فصناعة الفضاء هي استثمار. صحيح. حتى القانون، وصناعة الفضاء يحكمها القانون الدولي والقانون المحلي. وبالتالي هذه الكلية وهذه النوعية الجديدة من الكليات والتخصصات ككلية علوم وتكنولوجيا الفضاء في الفرع الدولي، وأنا بأكد على النقطة دي مرة ثانية، الفرع الدولي لجامعة القاهرة بالشيخ زايد، هي افتتاح جديد لفروع جديدة تحمل المستقبل، المستقبل في علوم جديدة مثل علوم النانو، ولدى الجامعة أيضا كلية علوم النانو تم إنشاها، وهي كلية متخصصة للدراسات الأولية حاليا، ستأتي بعد ذلك مراحل أخرى. كلية الذكاء الاصطناعي هي موجودة في الجامعة، وبالتالي تكتمل المنظومة بكلية جديدة هي كلية علوم وتكنولوجيا الفضاء. تم بالفعل يا دكتور وضع لائحة ليها بحيث انها تدخل معانا السنة دي في تنسيق الكليات. احنا لسه بنقول يمكن باب التنسيق هيتقفل يوم الاثنين الساعة 7 مساء، فكتير من الطلاب ممكن يبقوا مهتمين جدا لو هي بالفعل داخلة معانا في المرحلة الأولى في التنسيق يقدروا يتقدموا ليه. لا، في الحقيقة لسه طبعا احنا بنشتغل على اللائحة. معالي رئيس الجامعة تفضل بتشكيل لجنة لوضع هذه اللائحة، أشرف بأن أكون نائبا لرئيس اللجنة لهذه اللائحة. أيضا
لدينا الكثير من العمل الإنشائي أيضا لكل المباني والمعامل تجري حاليا على قدم وساق. أود فقط أن ألفت النظر إلى أن هناك كلية أخرى هي كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء، هي حاليا موجودة وأشرف بعمادتها في جامعة بني سويف. للطلاب الحاليين يمكن أن يتقدموا إلى هذه الكلية مرحلة البكالوريوس، تعطي درجتي البكالوريوس في علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء، تخصص الملاحة الفضائية، ده برنامج عام. هناك تخصص آخر بمصروفات أو برنامج مميز لعلوم الفضاء التطبيقية والملاحة. فأيهما يختار الطالب سيكون له مستقبل مميز. نعم. ليه؟ لأن هذه هي علوم المستقبل. يعني وزي ما حضرتك ذكرت يا دكتور، أرجو من في كلمة بسيطة لأبناء الطلاب، تفضل يا دكتور. كأب قبل أن أكون عميدا لهذه الكلية، أن يقرأوا جيدا ويتأنوا جيدا في اختيار العلوم المستقبلية، لأن لديهم الفرصة لأن يضعوا أقدامهم على علوم المستقبل. فقط وفقط يجب أن يكون الطالب أو الطالبة محب وراغب في هذه النوعية من الدراسة. صحيح. لأن لما فيها من صعوبات سيأتي بها بثمار جيدة في مستقبله إن شاء الله. يعني زي ما حضرتك ذكرت يا دكتور، هو علوم الفضاء هي علوم المستقبل، ومن يمتلك المستقبل يمتلك الأرض، وأيضا فكرة اللي انت تمتلك التكنولوجيا يعني امتلكت الاقتصاد. دكتور أسامة شلبية، أستاذ علوم الفلك والفضاء بكلية العلوم جامعة القاهرة، شكرا لحضرتك يا فندم على هذه المداخلة.